طيب تعالوا نقرأ الكتاب. بدأ المصنف الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. أولا البداية بالبسملة لم يرد إن المعصوم صلى الله عليه وسلم بدأ كتابا إلا بالبسملة، والمراد بكتابا يعني خطاب أرسله لمين؟ للملوك والأمراء والرؤساء. القصة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرت الدعوة بخمس مراحل. المرحلة الأولى 6 أشهر يفكر في الدعوة وأمور الدعوة وما إلى ذلك. جاء له سيدنا جبريل يوم 17 رمضان يوم 2، وعمر سيدنا النبي كم سنة؟ 40 عاما. قال له أنت رسول الله ومشي 6 أشهر. بعد ذلك جاء له الوحي 3 سنين. أول مرة أسلم زوجته، بناته، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، سيدنا جعفر، يعني في إطار ضيق. من 6 أشهر إلى 3 سنين ونصف وأنذر عشيرتك الأقربين، صحابه، حبايبه، قرايبه، معارفه، الدايرة بدأت إيه؟ توسع. من 3 شهور ونص حط عليهم كمان 7 إلى قبيل الإسراء والمعراج، يدعو أهل مكة قم فأنذر. أنذر مين؟ أنذر أهل مكة. فجمعهم عند الكعبة وقال ما تقولون في إن قلت لكم أن عيرا تغير عليكم خلف هذا الوادي. يعني مكة دي عبارة عن الكعبة في النص وثلاث جبال محوطاها كده سموها وادي. فسيدنا النبي يقول لهم صلى الله عليه وسلم ايه رأيكم ان في خيول ورا ظهري؟ ما هو ما فيش حاجة خالص. اكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك الا صدقا. يعني تصدقوا سيدنا النبي في الخيال؟ اهو يا مولانا ما فيش حاجة خالص وراك. قالوا له ما جربنا عليك الا ايه؟ صدقا. 40 سنة ما بتكذبش، هتيجي النهاردة تكذب؟ فراح قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يتعرض لرسول الله أحد صلى الله عليه وسلم، الكل يفكر في هذا القول. حوالين الكعبة 360 صنم. نترك هذه الآلهة التي نراها ونتكسب المال من الحجاج الذين يأتون من قبائل العرب إلى إله لا نراه؟ فانصرفوا مأجورين. من تعرض لرسول الله بالأذى؟ عمه. مين؟ أبو مين؟ أبو لهب. عم سيدنا النبي مين؟ قال إيه أبو لهب؟ قال له كذاب؟ أبدا. قال جن الرجل، ما قالش كذاب أبدا، استغفر الله. قال إيه؟ ها جن الرجل. بدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رويدا رويدا إلى أن خرج للطائف. لما ذهب سيدنا النبي للطائف، دي المرحلة رقم كام؟ 4. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى أهل مكة فقط، بل أرسل إلى جميع قبائل العرب. فذهب إلى الطائف مشيا، ما عرفش، أنا سألت قالوا له الطائف تقريبا من مكة 135 كيلو تقريبا، خدها مشي صلى الله عليه وسلم على رجله. راح الطائف أغروا به الصبيان يضربوا الرسول بالطوب ويقولوا المجنون هو ده الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اليوم فردة من نعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، موضوع الآن في متحف كابي بتركيا، موضوع في صندوق في لؤلؤ في ألماز في خشب أبنوز. يعني سبحان الله سبحان الله، شاء مولانا تبارك وتعالى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف كان دليلا على توسعة الرقعة الإسلامية والدعوة. بدأ سيدنا النبي يستقبل القبائل، قبيلة تهامة جاية من فين يطلع لها برة، قبيلة مش عارف عبس يطلع لها الناحية دي،
اللي جايين من نجران يطلع لهم من الناحية التانية يستناهم على أول الطريق. فاللي جاي مثلا من عند السيدة زينب يطلع له بره كده خالص، اللي جاي من ناحية الضاهر يروح له عند الموسكي. ليه؟ عشان يدعو. الرسول كان مجتهد صلى الله عليه وسلم. حدثت الهجرة، جينا عند صلح الحديبية. سنة كام صلح الحديبية؟ جدع، 6 هجرية. جدعان الحمد لله. أيوة سنة 6 هجرية. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية سنة 6 هجرية أخذ يرسل الكتب إلى جميع أنحاء العالم. فأرسل إلى كسرى، كسرى يعني إيران العراق وتحسفيت وانت ماشي ورا. إلى مين كمان؟ هرقل عظيم الروم من أول الشام لحد ما تخلص إفريقيا ودخلنا في أوروبا. أرسل رسالات كثيرة، كل رسالة كان في الماضي في السابق يبدأها بقوله باسمك اللهم. فإلى أن نزلت آخر سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا مين أيما تدعوا فله الأسماء. فبقى سيدنا النبي يكتب صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن إلى أن نزلت سورة النمل. مين فاكر سورة النمل فيها إيه؟ قول. ها وإنه ها من سليمان وأنه بسم الله في سورة الإيه النمل. كلام جميل، كلام جميل، حلو قوي قوي. بعد كده بقى سيدنا النبي يكتب في جميع الكتب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وما من كتاب ارسله المصطفى صلى الله عليه وسلم الا وبداه بالبسمله. اذا الاقتداء بسيدنا النبي بالبسمله سنه. كل امر لم يبدا فيه ببسم الله فهو اقطع، روايه فهو اجزم، روايه فهو ابطر، كل هذه الروايات فيها ضعف. لكن احنا عندنا كثرة الطرق يقوي بعضها بعضا فيتحول من ضعيف الى حسن لإيه لغيره، ما لم يكن في سند الرواية كذاب او استغفر الله منافق او كافر او مجهول، مجهول الحال ده يبقى حديث موضوع. لكن ضعيف يبقى مثلا لما كبر نسي فيقولون صدوق ايه نساي، ده والتاني ده نسي وده نسي، لكن ده صادق وده صادق وده صادق، ده ما فيهوش عيوب ما فيهوش عيوب ما فيهوش عيوب، لكن احتمال ينسى. لكن طبعا هو يحفظ مثلا يعني 1000 حديث، نسي 100 نسي 200 نسي 300، لكن في شوية أحاديث هو يحفظها. لكن معنى هذا النص موافق لهذا النص موافق لهذا النص، فقالوا كثرة الطرق تدل على أن هذا النص ممن ها لم يذهب إليه أو يطرأ إليه نسيان هؤلاء المشايخ الأفاضل. لكن أنا عندي دليل أقوى من كده. إيه هو؟ افتح المصحف أول حاجة مكتوبة في المصحف إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل سورة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أكبر دليل على أن البسملة سنة أن الله تعالى افتتح بها كتابه العزيز، وأن المصطفى صلى الله عليه وسلم افتتح بها جميع الرسالات للأمراء والإيه والملوك. طب تعالى المعنى البسملة. البسملة كم حرف؟ 19 حرف. مولانا الصاوي له حشية جميلة على كتاب الجلالين حلوة قوي، قال فيها إيه؟ قال في غاية الروعة والجمال، قال تعالى عليها 9 إيه؟ حلو حلو. عليها الهاء هنا عيد على مين؟ على جهنم أعاذنا الله منها. جهنم مالها؟ حراسها على البوابة 19 ملك. سيدنا الشيخ الصاوي في الحشية قال إيه؟ قال من يكثر من قول بسم الله الله ينجيه ببركة البسملة من زبانية جهنم 19. ليه؟ أنا أكثر من البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقالك الملائكة تبقى عارفاك فتيجي يوم القيامة تبعدك. رقم 2، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتسعتاشر، تسعتاشر في 10 بكام يا أهل الخير؟ 19 10 10 10 10 10 19 190 حسنة. يوم القيامة أبوك يقول لك يا ابني أنا ربيتك حسنة واحدة، تقول له نفسي نفسي. تيجي الام يا ابني انا مش عارف عملت ايه، نفسي نفسي. طب ما احنا في الدنيا. قال مولانا سيدنا الشيخ الصاوي ان وصل البسملة بالحنبلة فيه بركة،
تخش على الصلاة كده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيه بركة، لكن انفصلت ماشي الحال. البسملة تشتمل على اسم الله الأعظم. لما سألوا مولانا الإمام النووي قال لهم اسم الله الأعظم موجود، الله لا إله إلا هو ليها حي القيوم. البسملة تشتمل على الثناء على الله. شوف البداية كده لما تكون حلوة، حضرتك وسيادتك وفضلتك وربنا يكرمك ومش عارف ايه، أؤمر عايزين كتاب كذا كذا كذا، تجيب لي مدحك. الإنسان يحيا بالمدح لا يحيا بالذم أبدا. الإنسان يحب أن الناس تمدحه، ما يحبش الناس تشتمه، دي حكمة ربنا. فشاء الملك العلام الذي لا يغفل ولا ينام أننا نمدحه وهو يستحق لهذا المدح، ونثني عليه وهو أهل لهذا السماء قبل الشروع في أي موضوع بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله جميلة، نقرأها في الفتحة كتير، نقرأها في أي سورة كتير. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة على شرار إلا على شرار الخلق. إحنا مش منهم، عشان كده هنموت قبلها بكتير إن شاء الله. فمن يعيش من الخلق إلى وقت الساعة شرار ليها الخلق. طيب يا مولانا نحن ممكن نكون منهم، صح ولا مش صح؟ ممكن ونص كمان. لا احنا مش منهم. ليه؟ حديث اخر رواه البخاري ورواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة على رجل يقول إيه الله. فما دام الانسان يقول الله فلن تقوم الساعة عليه. طب هنا بقى تعالى سيدنا النبي في غاية الجمال، عايز أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، عايز أكل بسم الله الرحمن الرحيم، عايز أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، خلصت أكل الحمد لله رب العالمين، بسلم على واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تيجي تصلي الله أكبر. يا راجل ده أنت لو شفت واحدة ستة هتعكسها بتقول الله، صح أنا غلطان؟ بتقول الله، يعني لو هتعاكس بتقول الله. كلت حاجة جميلة بتقولها الله. أحيانا البني آدم لوحده كده لوحده تقول الله. لما نيجي نتخانق مع بعض الله أنت بتعمل لي مش عارف إيه، يعني كلمة الله دي محطوطة فين؟ في كل حاجة. ما نقولوش قول لا إله إلا الله، بنقولها وحد الله. سبحان الله. كان سيدنا النبي أحسن الألفاظ والألقاب إليه لما نقول له رسول الله، لما نقول له عبد الله. البسملة الباء للمصاحبة أو للاستعانة أو للاستغاثة، ومعنى الكلام يا رب أبدأ مستعينا باسمك الأعظم. والباء حرف جر، اسم مأخوذ من الوسم يعني العلامة عند أهل الكوفة، وعند أهل البصرة مأخوذ من من السمو وهو العلو. وإحنا بنتبع مدرسة إيه يا سيدنا، الكوفة ولا البصرة؟ البصرة. الله علم على الذات العلية المعبود الموجود الموصوف بكل كمال يليق بذاته والمنزه عن كل نقص. يعني كلمة الله دي أول ما تفتكرها المعاني دي تيجي في دماغك، الله حي، الله موجود، الله موصوف بكل صفة تدل على الكمال. طيب ومنزه يعني مبرأ من كل صفة قبيحة وحشة. فلما نيجي نبص نلاقي ربنا كبير، أنا ما عنديش دليل إن ربنا كبير مثلا يعني، لكن هل إن هو كبير حاجة حلوة ولا حاجة قبيحة؟ لا جميلة جدا، يبقى ربنا كبير. الله تعالى قادر، أنا ما أعرفش عن إيه قدرة، بس القدرة دي حاجة إيه جميلة، يبقى الله موصوف بالقدرة فيوصف بكل طيب وجميل. طيب العجز أنا ما أعرفش، لا يا مولانا العجز يعني وحش صفة قبيحة، الله منزه عن الإيه؟ عن العجز. وهكذا وهكذا إلى أن ننتهي من كل الصفات الطيبة فيوصف بها، وكل الصفات القبيحة فيها فينفع عنها.
الرحمن خمس حروف بألف صغيرة كده لو ترى. الرحمن معناها إيه؟ المنعم بجلائل النعم. كلمة الرحمن أي المنعم بالنعم الجميلة الكبيرة. طب الرحيم المنعم بدقائق النعم. ما أقدرش أقول نعمة صغيرة، بس ربنا نعمه كتيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تعالى وصف نفسه بالرحمن أي رحيم الدنيا والآخرة، أما الرحيم رحيم الآخرة فقط. الرحمن يرحم المؤمن ويرحم الكافر ويرحم العاصي، أما الرحيم يرحم المؤمن فقط. بسم الله الرحمن الرحيم على بعض، أي أبدأ ببسم الله أو ابتدائي ببسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم بركة، تقال قبل النوم، تقال عند الاستيقاظ. بسم الله الرحمن الرحيم أي أطلب العون من الله الواحد الأحد الذي وصف نفسه بأنه ينعم على خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم اسمها إيه؟ اسمها بداية حقيقية. بداية إيه؟ حقيقية. والبسملة من الأمور التي تشتمل عليها أي مقدمة لأي كتاب. فبسم الله الرحمن الرحيم كنز من كنوز الرحمن، وبسم الله الرحمن الرحيم نعمة حباها الله تعالى لكل مسلم يحافظ على هذه الكلمة. طيب، قال الله تعالى في بعض النسخ وضعت مقدمة الحمد لله والصلاة على رسول الله، أما بعد، هنا في هذه الطبعة اللي معانا ما فيش مقدمة، مش مشكلة. الحمد لله تسمى إيه؟ بداية إضافية. يبقى بسم الله مقدمة أو بدايها حقيقية، الحمدلة إيه؟ إضافية. خليك معي. قال الله تعالى، من عادة أهل العلم أنهم يتصدرون دروسهم بالقرآن الكريم حتى يكون فألا حسنا. أنا بادئ بليها بالقرآن. طيب، تعالى أي تقدس وتنزه عن كل شائبة لنبينا. نادي يعني بتاعنا، مين نبينا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده شرف لينا. سيدنا النبي كان يحب نقول رسول الله، ليه؟ عشان يضاف اسم ربنا فيشعر بالبركة والقيمة. أنا عبد عند الله، أنا رسول من عند الله. هنا لما أقول نبينا ده بتاعنا إحنا كمسلمين، يبقى لنا الشرف والمنة والفضل إن ربنا تبارك وتعالى أضافنا إلى رسول الله، رسولنا نبينا. النبي مأخوذ من النبأ، والنبأ هو الخبر، وجميع الأنبياء جاءوا إلى الأرض حتى يبلغوا كلام الله. طب لو جم ما بلغوش كرم ربنا؟ قال لي أي نبي لو عندي أربع أمور يجب أن يوصف بيها: واحد التبليغ، اثنين الصدق، ثلاثة الفطانة، أربعة الأمانة. صدق والفطانة وليها يعني كل نبي اللي ربنا يبعته له يروح يقول للناس، ما يخبيش حاجة. علشان كده يا أهل الخير والتقوى، لما نيجي ننظر إلى معنى كلمة نبي مأخوذة من النبأ أي الإخبار، إيه كمان؟ النبي هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. ماشي، هو من كان متمما لشرع من قبله، سيدنا موسى صاحب الشرع، أما سيدنا هارون نبي. طيب، الرسول من جاء بدين جديد، من جاء بشرع جديد، من جاء ناسخا ومزيلا لكل الشرائع التي كانت قبله. لكن النبي لفظ عام واسع،
فكل نبي رسول وليس كل رسول ايه نبي. فسيدنا موسى نبي ورسول، سيدنا عيسى نبي ورسول، سيدنا محمد نبي ورسول. لكن خلي بالك سيدنا هارون نبي فقط، إدريس نبي فقط، نوح نبي فقط. طيب إن أبو الأنبياء وأول الرسل مين؟ نوح. نوح نوح عليه السلام أول الرسل، لكن أول الأنبياء مين؟ آدم عليه السلام. في فرق بين أول الرسل اللي هو مين وأول الأنبياء مين. لكن إذا أطلق لفظ النبي على الرسول جاز، لأن الرسول بيعمل إيه؟ يخبر ويعلم ويعلم القوم ويبلغهم. يبقى أخوانا عشان ربنا يرضى علينا وعليكم يجعل الجنة مثوانا، عدد الأنبياء حديث ابن ماجه 124,000 نبي، عدد الرسل 315 نبي، منهم اللي نعرف ومنهم اللي ما نعرفش. اللي نعرفهم 25 نبي مذكورين فين؟ ها في القرآن الكريم. ما عرفتهمش تبقى من العوام، لا اعرفهم عشان تبقى من الخواص، من الناس فاضية استغفر الله، من الناس 124,000 نبي و315 رسول. عايزين نعرفهم عشان الأمور دي يجب على كل إنسان أن يحفظها. فنحن نؤمن بجميع الرسل إجمالا. بتؤمن بمين يا مولانا؟ بكل نبي ورسول أرسله الله إجمالا. اسمهم يا مولانا ما عرفش والله، لكن نؤمن تفصيلا بكام؟ ب25 نبي منهم إجباري. سيدنا مين؟ آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، ها إبراهيم، ها إسماعيل، يعقوب، بعد يعقوب مين؟ ها يوسف، بعد يوسف أيوب، بعد أيوب ذو الكفل، ها يونس، شعيب، موسى، هارون، عيسى، ها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في مشكلة سيدنا؟ في أنبياء تاني يعني هود، لوط، إلياس، إلياسع، ها يحيى، زكريا. لكن لازم تعرف يا مولانا صالح، لازم تعرف، وإلا الدنيا سبحانه وتعالى هتضيع مننا. لكن يجب علينا أن نؤمن تفصيلا ب25، طب وإجمالا نؤمن بكل نبي أرسله الله تبارك وتعالى. إيه الحاجات الواجبة للأنبياء والرسل؟ الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الصدق في القول والأمانة قولا وفعلا، واللي كمان التبليغ. ها التبليغ ده يعني ايه؟ اي نبلغ ونوصل كل امر الله تبارك وتعالى ارسله اليها الى رسله وانبيائه. الفطانة عرض الفكرة، عرض التعليم، عرض الاسلام او الايمان بطريقة حسنة. فاحيانا يعرض الانسان الامر الطيب الا انه يأتي إيها بنتيجة عكسية. فانا عايز ادافع عن فلان، فقلت له ده فلان الفلاني ده بيحبك، ده فلان ده عمل كذا علشانك، ده فلان عمل كذا علشانك، يجي فلان يجد كل الكلام صفر فيغضب، فبدل ما يكون حبيب ينقلب الى ايه؟ الى عدو. ها مين يتكلم معايا؟ حد عاوز حاجه في اللي انا بقوله؟ ها عاوز ايه؟ هو دلوقتي ده نبي و 124,000 نبي وكم رسول؟ و315 رسول. حاضر. مش انت قلت ان في انبياء، في نبي ورسول؟ كم نبي ورسول؟ كم واحد نبي ورسول يا سيدنا؟ كل رسول هو نبي. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول عشان جيب رساله، ونبي عشان هو اللي خبرنا وعلمنا الدين. كل نبي، كل رسول من ال 315 يا اهل الخير في نفس الوقت يا نبي. لكن الانبياء ولا نبي فيهم رسول. زي سيدنا لوط، مين الرسول؟ سيدنا ابراهيم نبي ورسول. اما سيدنا لوط ماله؟ نبي وفقط. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا ان نعتقد اعتقادا جازما ان كل الانبياء والرسل معصوم مون.
أن كل ها الأنبياء والرسل ما لهم ها معصومون مش معصومون. يعني معصومون أي لا يرتكبون فعلا محرم ولا مكروه. طب دائرة أفعال الأنبياء والرسل إيه؟ الوجوب ها انزل ها الاستحباب ها الجواز. نقولهم تاني دائرة فعل الأنبياء: واحد الوجوب، اثنين الجواز الاستحباب، ثلاثة لكن لا يفعلون لا مكروه ولا محرم. مين اللي بيفعل الخمسة دول؟ ها محرم يفعله البني آدم، مكروه، جائز، مستحب، ها واجب. صلاة العيد سنة، صلاة الجمعة واجب. أروح أصلي في الأزهر ولا في سيدنا الحسين؟ جائز. أكل في الشارع مكروه، أشرب خمرة حرام. أما الرسول لا، لا جائز أو جائز، جائز براحته يأكل زي ما عاوز يأكل، ده من الجوائز. سنة كان يصلي ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، سنة. فرض، فرض عليه يصليها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أمال إيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ مين يحل لي المشكلة دي؟ كان أحد السادة قال أنا بطلت عبادة، ليه؟ قال ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك ليها وقد جاءني اليقين. ها؟ جدع. اليقين يعني الموت، يعني الإنسان يعبد الله تعالى حتى إيه؟ حتى يموت. فإذا مات الإنسان ولقي ربه خلاص، خلص الموضوع بالنسبة لنا انتهى. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا أريد الإطالة على حضراتكم، نقف عند صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يكون هذا في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يرزقني وإياكم القبول. آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله